أيضا المنتخب بيترك تحديد عقوبة مصطفى محمد لاتحاد كرة القدم. يعني ده شيء جيد ان المنتخب او المدير الفني للمنتخب قال لك انا ما حصلش معايا الكلام ده، يجب ان يكون هناك فعل من اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم شايف الواقعة من اولها لاخرها، وعارف الكواليس اللي حصلت قبل المباراة بيوم، وعارف الخناقات اللي حصلت قبل المباراة بيوم، مصطفى محمد وكام لاعب اخر عملوا ايه قبل المباراة بيوم، وبعدين محمد بركات مدير المنتخب الحقيقة في ذلك الوقت وقف للموضوع والامور مشيت خلاص. كان عندنا مباراة ساعتها تاني يوم اتعادلنا، مصطفى محمد نزل احرز هدف، عمل الحركة اللي كل الناس شافتها، وبالتالي يجب ان يكون هناك عقوبة. وجهة نظري مصطفى محمد، عشان بس ما حدش ياخدها في اتجاه اهلي وزمالك، انا بتكلم على لاعب في المنتخب الوطني. لو اللاعب اللي في المنتخب الوطني ده كان لاعب في الاهلي كنت هقول هذا الكلام، كنت هقول هذا الكلام. حضرتك بتعلم الاجيال اللي جايه ايه؟ حضرتك بتعلم الاجيال اللي جايه ايه؟ واحد شاف لاعب بيبصق على مديره الفني او على الاداره الفنيه او على اي حد من اللي موجودين، وبالتالي هذا فعل غير مرغوب، محدش بيحب ان هو يعمل كده. سلوك غير رياضي، سلوك غير رياضي ما ينفعش. ومن فضل حضراتكم ما تاخدوهاش في سكه الاهلي والزمالك، احنا بنتكلم دايما بما يرضي الله في حاجه زي دي، بما يرضي الله وفي كل حاجه. مصلحه منتخب مصر، وحضرتك بتربي اجيال، بتربي فيه. هو مصطفى محمد ده كان واحد في مصر بيحبه وهو بيلعب لمنتخب مصر، هتلاقي كل مصر مستنيه مصطفى محمد. فاكيد اتفرجوا على اللي عمله، وبالمناسبه ده لصالح اللاعب نفسه كمان، عشان ما يتكررش مره ثانيه. لانه لاعب محترف، هل ممكن يعمل كده مع في ناديه في جلطة سراي؟ عموما خلينا نشوف اتحاد كرة القدم ماذا سيفعل في هذا الأمر. عموما كيروش شال عن نفسه الضغط في هذا الأمر وترك الموضوع لاتحاد كرة القدم.